استخسر فيا عود كبريت تولع لي بالسيجاره. زمان وانت فقير كنت اكرم من كده. في ثانيه واحده ولعت النار في جسمي وعقلي وقلبي. قتلت مراتي وحرقت 25 سنه من عمري. والنهارده لما بقيت غني مش عايز تولع لي السيجاره. كادر إذا قلت ده وحشر أنا ماليش ذنب في اللي حصل لك. هم اللي خلوني أعمل معاك كده. أنا لعبة في إيديهم طول عمري. ما أنت عارف. تعرف يا مرقوة أنت طلعت أجدع واحد فيهم كلهم. ربنا يصب أصلك. أول ما بقى معاك فلوس نقيت أعلى عمارة وسكنت فيها. وفرت عليا مصاريف الشحن والنقل والتفريخ. شحن ايه؟ شحنك انت طبعا. وانا اصلا جاي عشان اشحنك يا برقوة. انت عاوز تعمل في ايه يا معلم جابر؟ اذا كان عليا عايز اعمل فيك حاجات كتير. انا هحط ايدي في المخلة واشوف حظك هيطلع ايه. غريبة، كل ما اروح ازور واحد منكم واحط ايدي في المخلة يطلع فيها كلبش. العين والسن بالسن والبادي أظلم. ان في علاقه بين جريمه الدكتور وجريمه دلوقتي. وايه اللي خلاك تفكر كده؟ الدكتور اتحرق وهو مربوط في السرير بكلبش، وقتيل دلوقتي هو كمان مربوط بكلبش. وجماعته المعمل الجنائي اثبتوا ان كان في اثار ماده لاصقه حوالين فم الدكتور، وده نفس الشيء اللي اتكرر النهارده. فعلا يا مرسي،
100% في علاقة بين الجريمتين. وأنت ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ من جواز سفر المجني عليه عرفت إنه كان شغال في شركات المليونير القوصي عبد السلام. مش هو ده بتاع الاستيراد والتصدير؟ ده بتاع كله يا فندم. يبقى نتصل بيه فورا ونعرف منه كل المعلومات عن المجني عليه. هو ده اللي هعمله. ما تقدر تصدق. اتفضل. خلي بالكم محدش يدخل الفيلا، اي غريب اضربوه بالنار. انت مين؟ ما تخافش. مباحث. عرفنا ان حياتك في خطر فجايين نحميك. هو في ايه بالظبط؟ في واحد خرج من السجن وجاي يقتلك، اسمه جابر. جابر؟ جابر الونش. جابر الونش؟ ايوه جابر الونش. ده مجرم كبير، مجرم خطير، قتل مراته قبل كده. لازم تقبضوا عليه، لازم تعدموه. لسه بعد السنين دي كلها مصر انه مجرم، وقتلت مراتي يا قرش. جابر انا مش قلتلك اني هلبسك الحديد في ايديك وهقتلك؟ شفت ان جابر هو ما تغيرش، بيحترم كلمته مهما طالت السنين. ارمي المسدس، ارمي المسدس. ما توديش نفسك في داهية يا جابر. هي أكتر من اللي كنت فيها 25 سنة. أرجوك يا جابر، أرجوك ارحمني. شوف يا أخي، نفس الكلمة قالها نزيه وبرقوقة قبل ما يشوفوا الموت بعينيهم، وأكيد سالم بيها يقولها قبل ما يحصلكم. ارحمني. أرحمك.
انتوا ليه ما رحلتوش مراتي قبل ما تغتصبوها؟ ليه ما رحمتوهاش قبل ما ترموها من فوق السطوح؟ ليه ما رحمتوش ابن الطفل وانتوا حاطين السكينه على رقبته؟ هتعمل ايه يا جابر؟ وانا مش هقتلك بالساهل يا اوصي. اقلع. نعم. اقلع هدومك كلها. حاضر. حاضر. حاضر.